عيال ودروس على شغل وهلكو من ده لده ولا متسددة ولا متبددة يومك متروس بعيال ودروس وبيت على الغلب ده متعودة اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدادي اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدادي وموبايلات سخنة وحنية في كل الأوقات وبقيت أم أشرف وأبو أشرف وتلات كلمات وملل وروتين وهيعيشة كده يا شيخة طلعت عيني مش مراتك يا اخي حس ان في ناس عايشه معاك في البيت انا اللي زهقت منك ومن البيت ومن الولاد ومن العيشه كلها ومن الاسطوانه اللي بسمعها كل يوم اسطوانه لا بقى
انا اللي زهقت ونفسي اشوف تغيير. انا مليت. انا اللي مليت اكتر منك. انا عايش مع الملل نفسه. لا يا علي، انا شايفه ان انا وانت لحد كده خلاص فينيتو بح، ما بقاش في اي جديد في حياتنا، واحنا الاثنين زهقنا من بعض. دي حقيقه. علي طلقني. انت طالق يا انجي. طلقتني يا علي؟ مش انت اللي كنت قلت عايزه اطلع؟ ايوه انا اللي طلبت الطلاق، بس مش معنى كده ان انت طلقني. انا ياما لساني دلدل اطلب منك حاجات عمرك ما عملتهاش، معنى المره دي يعني. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه، انا همشي. لا بس قبل ما امشي ايه تاني؟ في اولية في ايه؟ بتضربيني ليه؟ انت كمان مش عاجبك يا برودك يا اخي؟ يا برودي؟ وانت مستنيه من واحد صاحي من النوم على قلم مخبرين ده بدل ما تصحيني على كلمه حلوه؟ ايه ده يا علي؟ هو انت كنت نايم؟ امال انا كنت بتخانق مع مين؟ ولما انت نايم امال مين اللي طلقني؟ مين اللي طلقك؟ وانت متجوزه اتنين يا وليه؟ كتاب الله ابدا يا علي، وانا معقوله بعد اللي بشوفه معاك اتجوز حد تاني؟ مش ممكن. سلام قول من رب الرحيم. هتلاقي كنت بتحلمي. معلش. ايوه حصل خير. حصل. كنت بحلم. حصل خير. نام يا حبيبتي نام. نمت عليك حيطه. بتقول حاجه حبيبي؟ لا 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 ابدا، ده انا بقول صباح الخير. وانت من اهلي يا انا زهقت، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل. انا حاسه ان انا الشغاله الفلبينيه مش مراتك يا اخي. حس ان في ايه ده؟ انا حاسه ان انا قلت الكلام ده قبل كده. عشان ده اللي بيتقال كل يوم، وانا كمان زهقت منك ومن البيت ومن الولاد ومن العيشه ومن الاسطوانه اللي بسمعها كل يوم. ايه ده؟ انت عرفت منين ان انا هقول الاسطوانه اللي بسمعها كل يوم؟ هو ايه فيلم الف مبروك اللي انا عايشه فيه ده؟ علي، هو انا لو قلت لك طلقني هتطلقني؟ انت طالع يا هنجي. طلقتني تاني يا علي، انا كنت بس بسال. اه في ايه؟ وانا بقيت بلطشه؟ ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ عايز تطلقني مرتين في الحلم وكمان ما تتضربش؟ كويس قوي ان انا ضربتك بالقلم، ما ضربتكش برصاصتين جبت اجل. لا احمدي ربنا بقى ان انا جوزك، انت لو متجوزه حد تاني كان قطعك حتت وعباكي في اكياس بلاستيك ورماكي في عقرب ترعى. ايه ده يا علي؟ الحاجات دي بتعملها الستات بس. وبعدين انت ايه يا اخي؟ عايز تطلقني في الحلم مرتين وتقطعني في الحقيقه وتحطني في اكياس؟ انت ما بترحمش لا في الحلم ولا في الحقيقه. انت رايحه فين؟ رايحه اغير الواقع الاليم. طب استني، هتعدي اغير الواقع الساعه 3 بالليل؟ ايوه. طب استني للصبح ونغيره سوا. هي الولاد اتجننت ولا ايه؟ انت كنتش قصدك تضربني بجد؟ بس انت ضربني ليه؟ انا عمري ما ضربتها. هو فيلم الف مبروك. وانا كمان زي. معلش يا علي ثانيه واحده، انت كنت واقف هنا. تعالى كده تمام اتفضل. انا كمان زهقت منك ومن البيت والولاد والعيشه كلها والاسطوانه اللي بسمعها كل يوم. ايه ده؟ انت عرفت منين ان انا هقول الاسطوانه اللي بسمعها كل يوم؟ عشان ده حصل كتير قبل كده. يلا يا علي انجز عشان تتلزق القلم بتاعك ونخلص. انت طالع يا انجي. مازن 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 وانا بتجوز زومبي ولا ايه؟ بس طب صحيها دي ولا حرقها؟ فلن لا نهار اسود. ايه؟ انا هفضل مستني كتير؟ يلا. اه معلش. ايه؟ ايه ده؟ تالت مرة يا علي. لا لا لا.
انا كان قلبي حاسس ان في اقلام تانية، عشان كده قعدت هنا. تاني انجي تاني تاني ايه ده تالت. بقولك ايه، ده نمي عاشت مع ابويا عمرها ما رفعت صوتها عليه، وانتي تديني تلت اقلام، تلت اقلام يا انجي في ليلة واحدة. انا اسفة، انا اسفة يا علي. اسفة ايه؟ اصرفها منين دي يا علي؟ حس بيا. حس انت بيا، حس بيا وبخدود اللي اتشلفطت. علي انا اسفة، مش عارفة اقولك ايه. انا حاسة ان احنا في فيلم اسمه ايه ده بتاع احمد حلمي، الف مبروك. الف مبروك، الله يبارك فيكي. والف مبروك ده كان فيه اقلام، انا حاسس ان احنا في فيلم عنتر ولبلب. وماله يا علي، احسن برضو عنتر ولبلب. يبقى هنا تفضل لك اربع اقلام، يلا نام بسرعه بقى عشان تاخدهم وتخلص. اربع اقلام؟ هو لسه في اربع اقلام؟ مش عارفه ايه اللي بيحصل بس ده يا علي. قولي هو حصل ايه في اخر فيلم الف مبروك ده؟ مفيش، البطل مات في الاخر. يا عيني قلبه امه مات، ربنا يبشرك بالخير. بس هو كان في فيلم، انا الحمد لله حلو. شوف يا انجي، واضح انك انت متوتره جدا يا حبيبتي نتيجه المشكلات اللي بينك وبين جوزك. طبعا بقى عقلك الباطن اختزن كل المواضيع دي وحب ينتقم من جوزك. صور لك بقى انك انت بتسفخيه الكم قلم دول. ده مش قلم واحد بس يا جوجو، دول ثلاثه. بصي يا انوش، هو يعني الموضوع ده بالتحديد انا مش بفهم فيه، وانا نادرا لما بيبقى في موضوع ما فهمش فيه قوي، وبرضك مش فاهمه كلام رجروجه ولو ان كلامها عجبني بصراحه. بس انا ملاحظه ان الموضوع فيه عقل باطن وفي برضه ضغوط، وعلى راي المثل عيشي مضغوطه تموتي منقوطه. انشي تعالي لنا. بصي يا حبيبتي، كل اللي هم قالوه ده كوم، واللي انا هقولكم تاني، انا بقى ما بفهمش اي حاجه خالص من اللي هم قالوه، والكلام المكلكع ده بيضايقني قوي 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 لما اتكلم فيه وانا بسقي البسكوته في الشاي بتاعي. صوري يا هبه، انا زيك بالظبط، بحب قوي قوي قبل الباتون سالين في النسكافيه بتاعك، وساعات بحط البسكويت. ايه هو بصراحه مفيش احلى من الفايش في الشاي بلبن. استني بس انت يا منال، قولي لي بس يا جوجي دلوقتي بتعملي ايه بقى لما البسكوته تروح مسهياكي كده وساقطه في قلب كوبايه الشاي دي؟ بتكسر في نفسي قوي. بتحصل معايا، شوفي على طول المصفر. بس حرام عليكو، ايه ده تسيت ايه وشاي ايه؟ حرام عليكو. يا رب يا رب، من 90 مليون مفيش غير التلاتة دول يبقوا صحابي. اعمل ايه انا دلوقتي يا رب؟ ايه مالها في ايه؟ طب فكرينا بالموضوع اللي مزعلك. الحلم، الحلم. ايوه فعلا. بصي بصراحة يا انوش، بس ثانية واحدة اسمحي لي اخد قهوتي. ايه؟ عشان اسقي فيها بس. برضه؟ انت غلطانة، ليه مزعلة نفسك؟ انا لو منك اقضي اليوم نوم وانزل في جوزي ضرب. لا 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 لا، بلاش انت يا منال. بلاش يا حبيبتي، ده انت جوزك بيتلكك لك وما هيصدق يخلص منك، وهنجيب لك عريس تاني منين؟ ما تفوليش عليا. وبعدين يمكن يا انجي الموضوع ده فيه مسج. مسج؟ يعني تفتكري انت وعلي هتطلقوا قريب؟ انت بتفولي في وشي يا جوجو، مش كده؟ تفول ايه يا اختي؟ ده حتى بيقولوا الطلاق في الحلم خير. لا والله، طلاق وخير في جمله واحده توجذر؟ تيجي ازاي دي؟ طب المهم قولي لي يا انجي، الموضوع ده حصل لك قبل كده؟ لا يا جو، أول مرة يحصل لي بصراحة، هيجرالي حاجة لو حصل تاني. بقولك يا انجي، تعالي عشان نفضينا بقى من القعدة دي والصداع والزن ده كله، أنا عندي الحل، تعالى وديك الواحد يفسر لك الأحلام. تفسير أحلام ونيلة إيه بس يا هبة؟ شكلي محتاجة دكتور نفساني. لا يا انجي حبيبتي، ما توهميش نفسك أبداً، ده حلم ورد يعني يحصل لأي واحدة فينا، مش معناها إن إحنا نروح دكتور نفساني. انتي شايفه كده يا جوجو؟ ايوه، بس يعني لو حصل لك تاني هاخدك واديك الدكتور نفساني. نفساني او شغل مجانين؟ ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ مجانين ايه بس يا هبه، انتي هتلبخي. مش قصدي والله، انا قصدي تجربي الشيخ حبش، وانتي هتخسري حاجه. هو انا لسه هروح للشيخ حواوشي بتاعك ده؟ ده انتي قديمه، او مين قالك ان انتي اصلا هتروحي له؟ يعني ايه مش هروح له ازاي؟ مش فاهمه، امال هشوفه ازاي؟ هحضر عفريته مثلا؟ لا مش هتحضري عفريته ولا حاجه. فعلا يا انجي هبه عندها حق، اصل الشيخ حبشي ده اعلامي زميل، عنده برنامج ومشاهدين وجمهور، وانت هتتصلي بيه، مش محتاجه تروحي له ابدا لان برنامجه على الهوا. يا ده الفضيحه، يعني انت هتحكي احلامك على الهوا؟ انت يا اختي تتصلي بيه وانت قاعده كده متنبكه في البيت وتقولي له الحلم بتاعك وهو يفسره لك في ثانيه، والله اعلم. انت هتخسري حاجه. صح
صح يا هبه صح، انا مش هخسر حاجه. طيب الشيخ حنشي بتاعك ده كويس؟ اه يا انجي، بيقولوا انه كويس ويعني نسبه المشاهده عاليه، بس مش اعلى من برنامجي. انا عندي نسبه المشاهده عاليه جدا، ولا الفوتس نار والاعلانات بالخناقات. طيب ما نتصل بيه دلوقتي. للاسف مش هينفع، انا حاسه من الاول ان في حاجه معرقبه في الموضوع، لازم نكلمه بكره لان برنامجه بكره وبيجي يوم واحد بس في الاسبوع. وانا لسه هستنى يوم كمان؟ يا عيني يا قلب امك يا علي، شكلك كده هتتسفخ السبع اقلام بتوع عنتر ولبلب. مساء الخير يا دكتور سمير. مساء النور. انا عايزك تفهم حاجه، انا راجل قوي، راجل قوي. ايه ده بس، ايه ده كده، ايه ده؟ يا انا من شكل وشك كده واضح ان انجي مغلباك. انت عارف انجي كانت زمان بتغلبني وهي صاحيه، ودلوقتي بتغلبني وهي صاحيه وبتشرمني وهي نايمه. شرومك ده احنا كده داخلين في شرم الشيخ. انت عارف امبارح بس رزعتني تلات اقلام. تلات اقلام بس؟ اتنين فوق والتالت براحتها بقى. يعني ما كانش فيه بنيات؟ وانا بحكي لك ماتش مصارعه. الحمد لله. الحمد لله ايه؟ الحمد لله اني بنضرب. لا، ان انا مش لوحدي بس اللي بنضرب. ايه ده؟ هي رجاء بتعمل فيك كده؟ شوف يا علوة، انا اكتشفت من خبرتي الطويله مع النساء كدكتور امراض نساء وخصوبه واطفال انابيب، الكوليكشن دي كلها، ان دي عاده اصيله في الستات، ثلاث ارباع الستات مش كلهم عشان ما نظلمش حد. يعني الست بالليل لما تروح تنام جنب جوزها في السرير بتنام وهي عندها عشم. عندها عشم في حاجات كتيرة، يو نو. فلما تلاقي نفسها فجأة هتاخد زومبا، يعني الليلة مطينة الطين، تنقلب على جوزها بقى إلام شلالية، تبقى الليلة كده بايظة. ايه ده؟ يعني رجاء بتضربك هي كمان؟ لا تفكرني، مش بتزرق، لا لا بتعض، وبتعض في حتت غريبة، أو لا مش هنا، تقولي الآن يعني تعمل فيك إيه؟ بس غاوية شلاليت. شلاليت؟ غاوية شلاليت، سواء خدت حقها أو ما خدتش حقها، ده أنيل لو خدت حقها من الفرح. شلاليت وبنيات تفقعني الشلوت وانا نايم جنبها، اقوم الاقي نفسي نايم في التواليت. معلش دي ورجليها كبيره. رجليها كبيره بس كل حاجه فيها كبيره. وانا اللي كنت فاكر انجي هي اللي بتحب كده، ده طلعوا كلهم بيحبوا الضرب. لا واصلي رجاء 3 اكس لارج فظيعه. لا قوه الا بالله. طب ودي عامل لها ايه دي يا دكتور؟ انا شايف ان الراجل لازم يحتوي الانثى بتاعته. ودي احتويها ازاي دي؟ اركب لها صدادات؟ ركب لها بس إذا لقيت صدادات إكس لارج من إس رجاء هتلا أربعة. يا بابا ليه قلبت القناة؟ اسكت، أمك شافت فيلم ألف مبروك نزلت فيها تلطيش، عايز نتفرج على فيلم رعب. إيه الأخبار؟ علي، انت عرفت منين ان طنط رجاء بتضرب انكل سمير؟ ما هو سمير حكالي، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. طب هو حكالك كمان ان الموضوع ده مش مزعله خالص خالص؟ مش مضايقه هو، وده مش معناه انك تعملي فيا زي ما رجاء بتعمل في سمير.
بصي علي حبيبي، الموضوع ده طلع عادي خالص وبيحصل كتير جدا، انت بس تلاقيك متعصب شوية واخد الموضوع على نفسيتك علشان لسه أول مرة، إنما بعد كده أما يتكرر مرة واثنين وثلاثة هيبقى عادي عادي بقى كده وهتتقبله بصدر رحم. يعني براحتك بقى. مالك يا اسماعيل انت عامل كده ليه؟ ايه؟ اسكتي بقالي يومين ما بنامش. ما بتنامش؟ ليه؟ مديلي كوابيس. يا نهار ابيض، كوابيس مره واحده؟ طب احكي لي احكي لي، انا بعرف افسر الكوابيس. كوابيس؟ اه. مره حلمت اني اترفدت من هنا. يا رب. يا راجل كده يبقى كابوس، كده يبقى خير. الكابوس الحقيقي لو حلمت ان انت لسه بتشتغل، طالما اترفدت يبقى هتتكسي. كسي؟ اه اتوكسي. ده انا مره حلمت اني مت في تفجير ارهابي. طب ما حلو حلو يا اسماعيل، كده هتموت شهيد وتبقى عملت حاجه حلوه في حياتك. يا بختك يا بختك، عقبالنا يا رب. وانت ما بتحلمش يا سامح ولا ايه؟ انا بحلم بس مش هقول لكم بحلم بايه. ليه؟ احكي لي، انا بفصل الاحلام حلو قوي بجد. بحلم بيك، انا بحلم بيك، وبقى شويه مستنيك، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. اخرس كده، تبقى قله ادب. انا ليه احلم بيا جوزي بس؟ طب والحاله اللي عندك دي يا انجي هتمنعك من الشغل؟ يو يا استاذ جميل، حالتي انت شايفني بهشد في شعري قدامك؟ يا ستي مش قصدي انك مجنونه ولا حاجه. يو انت كمان هتقولي مجنونه؟ يا ستي اسمعيني، انا قصدي يعني لو اتجننت في المستقبل ان شاء الله يعني هتقدر تشغلي ولا لا؟ استاذ جميل حضرتك فضلت تسالني الاسئله دي، انا ممكن اتجنن عليك فعلا. لا بقى لا، انت كده لازم تاخدي اجازه عشان اعصابك تقدر ترتاح. استاذ جميل والله انا كويسه، انا كويسه جدا، انا بس اتعصبت عليك عشان انت استفزتني، بس انا بس عايزه اشتغل. طيب يا ستي خلاص، انا عايزك تعملي تحقيق صحفي عن البرامج الدينيه الغريبه اللي انتشرت اليومين دول. يا محاسن الصدف يا فندم، تحقيق بس؟ ده انا ممكن اكتب لك مجلدات عن الموضوع ده. ده ما فيش قناه غير وعندها برنامج من البرامج دي. بسم الله ما شاء الله، خلاص اتكلي على الله وابداي اشتغلي بسرعه. حاضر يا فندم، ما تقلقش خالص، ان شاء الله سوف اكون عند حسن ظن حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، والى لقاء اخر ان شاء الله. اقفل الباب يا بهايم. يا عيني عليك، سلامة رقبتك يا استاذ علي. الله يسلمك. سلامة رقبتك يا استاذ علي، خير؟ الله يسلمك. انتوا عرفتوا منين هو الموضوع انتشر للدرجه دي؟ ايه، الف سلام على رقبتك يا سيد الناس. الله يسلمك. انتوا شمتانين فيا ولا ايه؟ لا مش شمتانين فيك ولا حاجه، هي المدام انجي زبطتك امبارح برضو ولا ايه؟ اخرس، انا محدش يقدر يظبطني، انا زي الفل. انتوا عرفتوا منين؟ عرفنا منين؟ مدام انجي حكت لمدام اهيبة حبيبتي، واهيبة حبيبتي ما بتخبيش عني اي حاجة، وحكت لنا على كل حاجة، واتفضحت وسيرتك بقت بجلاجر والانكار مش هينفعك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هات بقى رقبتك يلا اظبطها لك ظبطها. لا 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 ظبطت مصر. لا لا لا، انت بتعمل، انت بتظبطها ولا بتخلعها؟ اوعى اوعى، مش عايز تظبطها لي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله انا اتجرست، انا بقيت مسخره الحته. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
تعرفي يا انجي انا مبسوطه قوي قوي انك انت ما حلمتيش امبارح، زي ما قلت لك كل ده نتيجه التوتر. انا كمان يا جوجو مبسوطه جدا، بس في نفس الوقت مرعوبه، مرعوبه للموضوع ده يتكرر تاني. لا 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 مش هيجي ابدا. بصي سالت دكتوره صاحبتي قالت لي ده ناتج من الارهاق والتعب، وقالت لي لما ترتاح كده وتاخد اجازه وتانتخ كل الكوابيس دي حبيبتي هتختفي. يا رب يا جوجو، يسمع من بقك ربنا يا رب. اسكتوا بقى البنت اللي هيبتدي سرعتيني. ايه ده؟ هو ده الشيخ حنشي بتاعك؟ حنشي ايه؟ حرام عليكي، اسمه حبشي. حبشي اوعي تغلطي في اسمه، ده انت داخله معاه الهوا كمان 3 دقايق. حاضر، انا اسفه اسفه. حاضر. حبشي ركزي. حبشي حبشي خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ريح ونام، واحنا هنفسر لك الاحلام بالتمام والكمال. ايه ده؟ ده اسم برنامج ولا عنوان بيته؟ ويقدمها لكم كما هي العاده انا الشيخ حبشي. يلا يا انشي يلا، الاعداد بيقول ان انت خلاص هتخشي. يلا يلا، الف مبروك. ايه نبدا على بركه الله اليوم استقبال مداخلات. ايوه معانا الاخت انجي من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ حنشي. حبشي اهلا وسهلا يا نهار اسود. يا اخت انجي دي هتعمل مداخله على الهوا، الولايه هتفضحنا يا سمير. ايه ده بس يا انا اتفضحت. فضحت ايه؟ اسكت انت، كده كده مفضوح. وبعدين ما حدش هيعرف ان الست دي جوزك وانت مراتها. نعم قصدي ما حدش هيعرف انكم متجوزين بعض. قعدت تقول لي احتويها احتويها، اديني احتويتها يا اخويا. انا ايه اللي خلاني اسمع كلامك؟ انا عارف يا اخت انجي. ممكن توطي التلفزيون ده شويه؟ لا لا حضرتك، ده مش صوت التلفزيون، ده هبه، هبه جارتي وصاحبتي، بس انا ممكن اطلعها بره عادي حضرتك. اتفضلي يا اخت انجي قولي حلمي. وانا حضرتك حلمت الحقيقه 3 احلام في يوم واحد. 3 احلام في يوم واحد؟ ماذا ده، الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. ايه حضرتك، وانا بقول لك جبت 3 توائم؟ لا حضرتك، انا حلمت 3 احلام، وفي نهايه كل حلم كنت بحلم ان انا بطلق. مين اللي كان بيطلقك يا اخت انجي؟ جوزي طبعا حضرتك، امال امي اللي هتطلقني؟ اعوذ بالله، 3 طلقات في 3 احلام متتاليه؟ حلم غريب. ايوه يا مولانا، وحضرتك نمت ولا ايه يا بركه؟ تملكي اعصابك يا اخت انجي. خير حضرتك؟ وانا هموت ولا ايه؟ زوجك قد طلقك 3 مرات، وهذا يعني انك مطلقه بالثلاث. أنا طلقت الولية، أنا طلقت الولية، أنا طلقت الولية. كان شاب ممتاز، باظ. طلقت الولية. جواز طلقت، بكرة جوزك سيتسد المعفن، ما تزعليش. ده رأيي فيه إيه؟ أنت عايزة جنازة وتشبهي فيها لطن؟ طلقني إيه ومعفن إيه يا هبة؟ لا ما طلقنيش، ده كان حلم. حلم حلم إيه؟ ما الشيخ قدامك قال دي فتوى. وايه علاقه اللي اتقال ده بالفتوى ولا بالدين اصلا؟ الدين بيجمع الناس مع بعض مش بيفرقهم. يعني ايه مش مصدقه يا حبيبتي؟ ده شيخ وبيفهم اكتر مني ومنك في الدين. قصدك ايه؟ افهم من كده ان انت موافقه على الكلام اللي بيقوله؟ يعني انا كده اتطلقت؟ في ايه يا جوجو، انت ساكته ليه ما تتكلمي؟ اقول ايه؟ ده مدعي. هو مدعي. بصي، ولا مدعي ولا حاجه، ولا وانتي ولا انا نفهم في الدين. هو الراجل قال كلام صح، يبقى احنا ناخد بكلامه، وهو يشيل وزرنا بس. خلص الكلام. وانتي متطلقه؟ لا بقى انا مش متطلقه، وانا مش هلتزم بالفتوى دي خالص،
وانا هروح بيتي ابات في وسط عيالي وجوزي النهارده. لا استني استني بس يا انجي. الله سيبيها سيبيها هي حره، خليها تروح تعيش مع بيتها وعيالها وجوزها في الحرام. روحي. اعوذ بالله عليكي، حرام ايه؟ احنا ما رضاش كده ابدا. بقولك ايه، انا شخصيا بقى ما بفهمش في الدين قوي، لكن يعني خليها نمسك العصايه من النص. ازاي يعني؟ انت النهارده هتباتي عندي انا، وبكره الصبح ان شاء الله هاخدك في ايدي ونروح الازهر ونسال هناك. انا ما مصدقش غير الشيوخ بتوع الازهر. الحاجات دي تتعمل في عمارتنا. يا سلام، خليها نايمه هنا. ايه ده؟ بقول لك ايه، انت خلاص هتسيبي البيت وتمشي؟ عندك حل تاني؟ انت مش سمعت الفتوى؟ دي مش فتوى، ده خراب. عارف يا علي، الراجل ده لو سابوه يفتي كده كتير هيخلي البلد كلها تطلع. واحنا ليه نسمع كلام واحد زي ده؟ ومين قالك ان احنا هنسمع كلامه؟ لا طبعا، احنا هنستنى لحد الصبح وان شاء الله كلامه يطلع غلط. مش ممكن بيتنا يتخرب بالسهوله دي يا علي. يعني انت خلاص قررت تسيبيني النهارده وتروحي تباتي عند رجاء؟ ايوه. وبعدين انت زعلان ليه؟ انت مفروض تفرح، على الأقل النهاردة مش هتتضرب. خلاص يا إنجي، نام النهاردة على سريرك وأنا أروح أنام على سرير رجاء. نعم؟ قصدي يعني أبت عند سمير. لا يا علي، خليك أنت مع الولاد، أنا أصلي متوترة قوي ومش عارف أخلي بالي منه. ماشي إنجي، اعملي اللي أنت عايزاه وأنا هفضل سهران طول الليل طول الليل مش هنام. لو قصدي أي حاجة كلميني في التليفون. ماشي يا علي، خلي بالك من الولاد. وكمان بتشخر؟ هو ده اللي هتفضل صحي طول الليل يا علي؟ عمرك ما هتتغير ابدا. بس برضو بحبك، بحبك وبحب الولاد وبحب بنت. مامي مامي، أنا مش فاهمة أي حاجة يا مامي. ولا أنا فاهمة حاجة ولا أي حد فاهم. طب أنتوا دلوقتي اتطلقتوا، هنعيش مع مين دلوقتي يا مي؟ إحنا كده مستقبلنا ضاع يا سولي. إحنا شكلنا هنتشرد وكمان هنشم كلة. ايه كل دي؟ ايه كل دي؟ قلت 100 مره محبش اسمع الكلام ده في البيت. ما تخافوش، مش هخليكم تبعدوا عني ابدا، سامعين؟ برغم ان انتوا بتعذبوني وتتعبوني وتفرسوني، بس بحبكم، بحبكم قوي. احنا كمان يا ماما. احنا كمان يا ماما. هو انت وجدو اتطلقتوا؟ معقوله يا دودو على طول مستعجل كده؟ أنا هتحكي لك كل حاجة. بصوا بقى يا ولاد، اكسكيوز مي مسز انجي. بسم الله الرحمن الرحيم، في يا أستاذ شريف خضتني. بالنسبة للشيخ اللي طلقك من جوزك ده، تفتكري لو كلمته ممكن يخلينا طلق منالوتا؟ منالوتا؟ ولما انت عايز تطلقها بتدلعها ليه؟ الله، احمد ربنا انها لسه مستحملاك لحد دلوقتي بالفلق اللي في نفوخك ده. بقولك ايه يا استاذ شريف، لو انت عايز تطلق منال روح طلقها على طول، مستني شيخ ليه؟ عشان لو زالت مني الاقي حد اجيبها فيه. اكسكيوز مي. خرب بيت تلزيقك. انا اسفه والله يا انكل ان انا هضطر ابات معاكم النهارده وهلخبط لكم الدنيا يعني. لخبطي انجي يا حبيبي، انت بتتاسفي عشان هتباتي عندنا؟ ده انا بابا. واكتر من بابا والله. بقى معقوله اللي حصل ده؟ ده
تخيل يا استاذ جميل، بقى انت الصبح تكلفني اعمل موضوع عن البرامج دي الاقي بالليل نفسي متورطه فيه. طب يلا بقى يا اشطر صحفيه عندي، عايزك تكتب الموضوع ده بسرعه علشان هنزله بكره صفحه اولى. كده يا انجي هنبقى جبنا جون. انجي انا مش مصدق اللي حصل امبارح ده حقيقي. ولا انا يا علي، بس انت عارف لو طلع كلام الشيخ ده صح ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه ان انا وانت ما ينفعش نرجع نعيش مع بعض من غير محلل. وشرحا بقى لابد ان يدخل بها. ايوه يلا يلا يا حبيبتي يلا يلا يا اختي يلا يلا. علي انت نمت منه ولا ايه؟ هتعني مدي ايدي كده على طول؟ زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. انا قبلت. انا قبلت. بارك الله لكما. بارك الله لكما. بارك الله لكما. بارك الله لكما. وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسنت يا سيدنا. الله يخليك. الله يخليك. متشكر. ربنا يخليك. ايه ايه اللي ايه؟ المأذون مشي خلاص، ما تقوم بقى. وانا قاعد عشان اتعشى، انا قاعد مع مراتي. قاعد مع مراتي. مرات مين يالا؟ ايه ده ايه ده، انت تتحولي ولا ايه يا انجي؟ اخرس، انت هتطلعها بكره الصبح. لا انا كده جوزها بالشرع، مش هتطلعها لما يجيني مزاجي. بتقول حاجه يا سامح؟ ها بتقول اقفل دلوقتي يا حسين عشان عندي شغل. يلا الحمد لله، الف مبروك يا انجي. الله يبارك فيك يا هبه. انا كنت متاكده ان الشيخ حواوشي بتاعك ده بومبا. حواوشي ايه بس؟ مش فاهمه حواوشي او شاورمه ايه يا اختي، اسمه حبشي. لا هو حواوشي بقى. نفسي مره تجيبي لي حد عدل. خلاص يا حبيبتي الحمد لله المشكله اتحلت وهترجعي تعيشي تاني مع علي عادي زي الاول بالظبط. الحمد لله. يلا بقى لحسن الولاد وحشوني. لا ده حبيبتي. مع السلامه حبيبتي. مع السلامه. الحق كل المحشي. في ايه؟ جوجو. باي باي. باي باي يا حبيبتي. أنا فرحانة قوي، أنا كنت خايف لا تضيع من إيدي. وأنا كمان يا علي،
كنت خايفة قوي الموضوع يبقى بجد. اللي يشوفكم دلوقتي ما يشوفكمش وانتوا بتتخانقوا. فكرتهم ليه يا سولي؟ احنا صدقنا قعدوا مع بعض شوية. بس البرنامج جه، استنوا منعرف. وجاءت لنا رسائل كثيرة تتكلم عن الفتاوى الشاذة والغريبة التي نسمعها كل يوم، واللي كان آخرها فتوى الشيخ حبشي بتطليق ست من جوزها علشان حلمت إنه بيطلقها. طبعاً هي فتوى شاذة كما قال الراجل، مخالفة للمنطق كده تفضحين يا بيبي. وإنني أطالب ألا يتصدى للفتوى إلا من هو أهل لها، وأطالب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ألا تعطي هذه الفرصة ولا المجال لهؤلاء الجهلة الذين لا يريدون إلا سوى الإساءة للإسلام. وأبشرك أنت والسادة المشاهدين بأنه سوف يصدر قرار بوقف برنامج هذا المدعو حبش. مين اللي جاب جول؟ ماما جابت جول في الشيخ. احنا ما استفدناش غير حاجة واحدة بس. ايه هي بقى يا دودو؟ اللي احنا ما ننامش جنبك بالليل احسن ما تضربينا بالقلم. هو ده بس اللي استفدتوه من الحكاية دي كلها؟ ايوة يا انا. طلقتني يا علي! تاني يا وليه! تاني يا وليه! حرام عليك يا ولية! حرام عليك! اهو استريحتي! اهو استريحتي! هذا الله هدي ولا ولع فيها! طب روحي وانت! لا يا علي،